كل من يدخل إليه يفقد حياته، ويمثل أحد الألغاز التي فتكت بالإنسان على مدار عقود من الزمن. إنه كهف كيتوم في كينيا، الملقب بالكهف الأكثر دموية في العالم، أحد أكثر وأخطر مسببات الأمراض التي عرفها الإنسان. فما قصة الكهف الواقع في شرق القارة الإفريقية؟ كهف كيتوم المنحوت بأنياب الأفيال يحتوي على نسبة هائلة من المعادن المالحة الثمينة التي جعلته مقصداً للأفيال والفهود والضباع وغيرها من الحيوانات البرية، التي حولت الكهف إلى حاضنة للأمراض الحيوانية المنشأ، وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إطلاق تحذيرات خطيرة من انتشار وباء عالمي جديد انطلاقاً من كهف كيتوم بعد اكتشاف الحمض النووي لفيروس ماربورغ في خفاش الفاكهة الذي سحب من الكهف عام 2007 بعد تسجيل حالة وفيات غامضة لأشخاص زاروا الكهف منذ نهاية القرن الماضي. عندما تم اكتشاف كيتوم لأول مرة، لم يفهم الباحثون سر الخدوش الموجودة على طول جدران الكهف الواقع داخل بركان خامد في متنزه جبل إلغون الوطني في كينيا. ولاحقاً أدركوا أن الكهف الذي يبلغ عمقه نحو 700 قدم قد تم تعميقه باستمرار بواسطة الأفيال ليصبح ملذاً للخفافيش الحاملة لأخطار الأمراض. وفي عام 1980 توفي مهندس فرنسي إثر إصابته بفيروس ماربورغ بعد زيارته للكهف. وفي ذلك الوقت لم يدرك الأطباء سر التحلل السريع لوجه المهندس الفرنسي والأعراض الغريبة التي أصابته. وبعد مرور 7 سنوات على تلك الحادثة المرعبة، وقع طالب دنماركي ضحية لكهف كيتوم عندما توفي نتيجة فيروس نزفي أطلق عليه العلماء لاحقاً اسم فيروس رافن. الحوادث والأمراض المرعبة التي فتكت بزائري كيتوم منذ ثمانينيات القرن الماضي دفعت معهد الأبحاث الطبية للأمراض المعدية التابع للجيش الأمريكي إلى إطلاق رحلة استكشافية إلى الكهف باستخدام بدلات عرقية مضغوطة ومفلترة لتحديد الأنواع المسؤولة عن انتشار مسببات الأمراض القاتلة للبشر، ليكتشفوا أن القاتل موجود في كبد أنثى الخفاش الحامل وطحالها وأنسجات الرئة. ومنذ ذلك الوقت وجد العلماء كميات هائلة من جينات الانترفيرون من النوع الأول داخل خفافيش الفاكهة المصرية، بالإضافة إلى ما يسمى بمستقبلات الخلايا القاتلة الطبيعية NK. وبحسب العلماء فإن الخفاش يقوم بتهدئة الفيروس لفترة قصيرة من الزمن محاولا منع نموه دون شن هجوم كامل. وفي عام 2023 نشرت منظمة الصحة العالمية فريقاً في جميع أنحاء أفريقيا لإيقاف تفشي فيروس ماربورغ الذي تم اكتشافه في كهوف أخرى في القارة الأفريقية، بعد الإشارة إلى أن ماربورغ أصبح التهديد الوبائي القادم الذي سينتقل إلى البشر من خفافيش الفاكهة التي تعيش في وسط أفريقيا ومنه إلى جميع أنحاء العالم، خاصة وأن الفيروس يمكنه الانتقال عن طريق استنشاق بقايا مخلفات الحيوانات الحاضنة أو عن طريق لمس المناشف أو الأسطح التي يلمسها الشخص المصاب. خطورة هذا الفيروس تتمثل بتطور المرض سريعاً، ليبدو وجه المريض خالياً من التعبير كأنه شبح، وفي مراحله اللاحقة فإنه يؤدي لنزيف خطير يفتك بالمصاب. وفي ظل عدم وجود لقاح أو علاج معتمد لهذا الفيروس، لم يعد أمام المنظمات العالمية سوى القضاء على مسببات الانتشار، وأولها منع زيارة كهف كيتوم وكهوف مشابهة له تم اكتشافها في الجابون وأوغندا.